للاعتقاد السائد أن السدكوم لا ينتج إلا لكي يبث في شهر رمضان، أوكلت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مهمة إخراج سيتكوم كوميدي من 30 حلقة تحت عنوان حول علمستور للمخرج إدريس الإدريسي للبث ضمن الشبكة السنوية لبرامج القناة الأولى. حول علمستور تجربة كوميدية اجتماعية تتمحور حول العلاقات الأسرية والتناقضات الثقافية من خلال مواقف هزلية وأدوار فنية يجسدها مجموعة هامة من نجوم الشاشة المغربية، أساساً منهم عبد الله ديدان وفضيلة بن موسى وعائشة مهماه وصلاح الدين بن موسى وعبد الصمد مفتاح الخير. هاجوج هضامك. احنا الآن في تنوضع اللمسات الأخيرة على تصوير السلسلة الكوميدية حول علمستور اللي تنصورها الشركة الوطنية لإذاعة والتلفزة المغربية بمشاركة نخبة من الممثلين المغاربة المعروفين، والعمل هو عمل تيرد الاعتبار للأعمال اللي كانت ناجحة عند المواطن المغربي اللي عندها علاقة بالعائلة، يعني بتيمة العائلة. عندنا عائلة مستور، هي عائلة مغربية متوسطة، كان هو بصدد إتمام بناء منزل ديال الأخ ديالو اللي يعيش في المجر، لكن شاءت الظروف على أن هذا البيت ما يوجدش وقته مناسب، لذلك تضطر أنه يستضيف العائلة كاملة اللي جاية من المجر لمدة 30 يوم في عطلة. ومع تبعات هذا القدوم هذا من اختلاط ما بين جوج ديال الثقافات، الثقافة ديال المغاربة اللي تعيشوا هنايا والثقافة ديال القادمين من المهجر، يعني كاين مجموعه من الحالات النفسيه والاجتماعيه واللي حاولنا كلها نديروا منها واحد الخلطه تخلق لنا مواقف كوميديه تنتمنوا على انها تلقى القبول لدى الجمهور. مشيت للسبيطار ديال مشطين باش نغامس في الدور فالخير هذا تمنى ان نحقق الجديد، لاننا حاولنا احنا من خلال خليه الكتابه اللي كانت متكونه من اربعه ديال المؤلفين اللي هو خالد ديدان وعبد الكبير شداتي ومسعود بوحسين وحسن فوطا، كان الإشراف طبعاً ديالي بحكم أن التصور ديال السلسلة هو تصوري أنا، فحاولنا ما أمكن أننا نمشيو في اتجاه الكوميديا الذكية المعتمدة على المواقف الكوميدية، ما معتمدة شيء على الإضحاك من أجل الإضحاك. إحنا ما تهمنا شيء أننا نقوم ضحكوا الناس بالعاهات مثلاً ولا يعني بالمبالغه في الاداء الى غير ذلك. كاين واحد النمط، كاين ثم كاين اضافه الثانيه هو انه كاين خيط درامي يربط جميع الحلقات، ما كاينش تناطر في الحلقات لان الحلقات كلها تكتبت بشكل مشترك، حتى الحلقات اللي كانت تكتبها بشكل منفرد كل مؤلف كانت في الاخير تتحط وسط المختبر وسط الخليه وتتم اعاده النظر فيها، لذلك كاين خط رابط ما بين هاد الشخصيات كلها. ثم كاين واحد الشيء جديد هو انه ما كاينش بطل في هذه السلسله، كاين مجموعه من الممثلين يتقاسمون الادوار فيما بينهم حسب المواقف وحسب كل مشهد. انت كنحكم معك في هذه، واش انا يا فريد زعما ديال اللي كتورشيني لعب شخصيه ديال واحد السيد اللي تقريبا عنده 62 سنه، رجل مغلوب على الامر ديالو، الوقت اللي كيجيه الكونجي ديالو باش كيبغي يفوج مع وليداتو كتجي تقول اخر هو انه كتجي العائله ديال خوه لانه هو مسؤول بالبنين ديال دار خوه، والبنين ديال دار خوه ما وجدات شيء فكيتقلو عليه، كيولي هو محرج امام الاسره ديالته، الدار ضيقه جدا، كيجيو اربعه ديال العائله كامله فيها اربعه ديال الانفس، كاين ضيق فين غينعس بنادم، كاين مسؤوليه صعيبه عليه هو، زائد انه كتجي مباه كيولي يعني ما كتبقاش عنده ديك التواصل مع الابناء ديالو مع الزوجه ديالته. الدور ديالي هو فريده زوجة مستور اللي هو البطل ديال السلسله، مرأة عاديه طبيعيه مولات الدار، عندها وليدات، جوج وليدات اللي هي بنيته وليد جلاله تلمسي وكاين عبد الصمد مفتاح الخير، كنكون واحد العائله. ومن بعدها كيتضافوا علينا ولاد لوسي اللي مراته هي فاطمه والشاي وتبارك الله ايتباجه وجميله الهوني، وعاد العجوزه ديالي هي عائشه مهما. والله سلمينا ولعب بلاتي، ما نفكر راني دخلت
صنع لك تتفكر عندك البطولة ديال العالم ولا غتصنع لي الصواريخ؟ انا تنلعب الدور ديال الجدات والجد هو صلاح الدين، وبالنسبه لي انا كانت تجربه مزيانه لان مع الشباب سيتكم حاجه اخرى، يعني ماشي بحال المسلسل، ماشي بحال السينما، يعني خاص تشوف الافكار يعني ديال الشباب المغربي، وفرحانه نكون جدتهم انا. الاسره المغربيه يعني داك الاجتماع اللي كيجيو الناس ديال برا، دوك المغتربين اللي كيجيو برا وكيبقاو هنايا وكيعاودوا يديروا يتفكروا العادات البلاد والتقاليد ديالنا الزوينه اللي كيمتاز بها المغرب فقط. وانا جد فرحانه لان كاين شي حويجات ما نقولش انايا شنو كاين في يعني السيتكوم، نتمنى يشوفوه الناس ويعجبهم. ما يهدكش الله يسلم في ديالك اللي يديروا الباك اللي هو عشيمة. ماما هذا ماشي فرج عادي، هذا ماشي من الهند. من الهند؟ هكاك. الشخصية ديالي في هذا السيتكوم هي شخصية لمياء. لمياء هي البنت اللي عز على الحيوانات ومولوعة بالحيوانات لدرجة أنها كتفهمهم وكتهضر معهم، الشيء اللي ما كيشبهش لي أنا في حياتي الواقعية، ما عنديش واحد العلاقة وطيدة بالحيوانات. في السيتكوم كنشوفوا هذه الشخصية لمياء اللي في مواقف جديدة، في تفاعلها مع في مواقف كوميدية كيبينوا هاد العلاقه وكيفاش كتفاعل مع الحيوانات، زائد مواقف اخرى اللي تيكونوا مع افراد العائله الاخرين، الاخ ديالها اللي مولوع بالتمثيل ولا مع الاب ديالها اللي ملهي غير بالبني، كنشوفوا انها بوحدها في هاد العائله اللي عندها واحد الحاجه اللي غريبه شويه واللي تقدر تكون متميزه، هاد الولع بالحيوانات. نسيت غدا 11 غيجي الكاميو ديال السيما وخصني نمشي نوجد الحساب. ويلي ويلي تخص نساليو من هذه مسألة الإنتاجات اللي تكون موجهة فقط إلى موسم واحد رمضان أو خصنا ندخلو. أنا بالنسبة لي تخص يكون هذا العمل اللي تندير أنا وعمال تديروها زملاء آخرين يدخلوا في خريطة برامجية ممتدة طيلة السنة، وهذه تعطي فرصة أولا لأنه مجموعة من تجارب تبان أنه يكون التنافس ويكون الاختلاف في المستوى، يعني ويكون إمكانية للتعامل مع مواضيع وتيمات مختلفة، ويجيو مؤلفين جداد يتمرسوا على هذا الميدان. هذا نتمنى على أن هذا العمل هذا يكون هو فقط لبنة داخل واحد مجموعة من 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 اللبنات اللي نأسسوا بهم إلى خريطة برامجية درامية تملأ شاشتنا الوطنية طيلة السنة، ماشي الاعتماد فقط على الموسمية. اشنو هاد ليك هنا؟ ها؟ مال هنا؟ اللحمه هذيك كتزلق. تنتمنى على ان جمهور القناه الاولى يستقبل هذا العمل هذا بما يليق من الاحترام والتقدير، وانه يلقى فيه نفسه نوعا ما، هذا هو الاساس. نوعا ما مستوره.